السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا بنت الشيخ؟ الحمد لله. لو سمحت انا اسأل سؤال. ابني شغال في مكان ما، ف عنده واحد فبياخد بيروح يديله فلوس يشتري سلعه، وهو عارف السلعه دي مثلا بخمسة جنيه. ابنك مدير مشتريات؟ نعم. مدير مشتريات؟ لا، ابني شغال مع واحد بتاع دواجن بيروح يجيب له من مزرعه. ايوه ماشي. فصاحب صاحب الدواجن دي عارف انه هيروح يجيبها من المزرعه مثلا بخمسة جنيه. ابني بقى لو راح المزرعه ونقص مثلا ربع جنيه، ابني بيتصحم ياخد الباقي ده لنفسه ويقول لك ده بتاع صاحب العمل ورزقه هو ان جه اقل ربع جنيه. ابنك ولد محترم. مين؟ فكان في طبعا في ناس بتبقى مش عاجبها الوضع، ان هو ابني لا ده دي رزقنا وهو ما يعرفش حاجه عنه، فابني بيقول لا انا ما اخدهاش. هل الكلام ده صحيح؟ ابني مالوش دعوه بالكلام دوت؟ ابنك رجل امين وسلك السبيل الصحيح. يعني هو كده الصح ان هو ما ياخدش المال ده ليه؟ لا ما ياخدوش، ويبين للرجل، يبين لصاحب المزرعه. يبين للذي ارسله. يقول لي انا الحمد لله ساومت وجبتها ب 4 جنيه، ب 5 جنيه الا ربع مثلا بدل 5 جنيه. ايوه خليه امين ساعديه، لا تحسيه على لا لا مش انا، لا احنا طبعا زي ما احنا بديله شكله كده زعلان. زعلان؟ انا مش انا زعلانه، هو ابني بيقول انا ليا مبادئ انا خدت عليها. ابنك امين، ولد طيب وامين، الله يبارك لك فيه يا رب. جزاك الله خيرا يا حبيبتي. الله امين، الله يبارك. السلام عليكم.